بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين، مع كنز جديد عظيم من كنوز السنة لا يعلم أكثر الناس، الفضل العظيم للصيام في الأشهر الحرم. روى ابن شاهين في الترغيب، وابن عساكر في التاريخ، والإمام الطبراني في المعجم الأوسط، وأبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين، والأزدي وغيرهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام 3 أيام الخميس والجمعة والسبت من شهر حرام كتب الله له عبادة 900 سنة. في رواية 700 سنة، وفي رواية 900 سنة، وفي رواية أخرى بكل يوم 900 سنة. ويا ريت نحتسب الثواب الأعظم. لما تيجي تعمل العمل احتسب أكبر ثواب، أكبر ثواب جاء في الحديث، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى يكتب لنا بكل يوم ثواب 900 سنة عبادة. طب في أدلة على صحة الحديث دي؟ إن شاء الله على غير قصد تلقيها، في هقول لكم بعض دليلين صغيرين من السنة. إنسان لو اغتسل يوم الجمعة وبكر وماشي نص ساعة وراح الجامع، بس بكر يروح أول ساعة بعد صلاة الفجر، أول ساعة بعد شروق الشمس، يروح الجامع في أول ساعة بعد شروق الشمس، أو يقعد في بيته محتسبا الأجر كأنه قاعد في الجامع إذا كانت الجامعة مقفولة، ويكون أول واحد يخش الجامع يقعد في الصف الأول، بياخد في بكل خطوه قيام سنه وصيامها وهو ماشي. يعني لو ماشي نص ساعه وماشي 1000 خطوه بياخد 1000 سنه صيام و1000 سنه قيام، يعني 1000 سنه عباده. كيف نستكسر على رب العالمين سبحانه وتعالى ان انا لما نمتنع عن الاكل لمده 16 ساعه ربنا يحط لنا بكل يوم عباده 900 سنه؟ بلاش. انت لو صليت ست ركعات بعد صلاه المغرب قبل ان تتكلم بيتحط لك عبادة 12 سنة. والحديث صححه أكتر من واحد وحسنه وصححه ابن خزيمة في الحديث. طب إذا كان أنا في 6 ركعات وبيبقى داخل فيهم الركعتين اللي هم السنة المؤكدة، بعد صلي بعدهم 4. طب إذا كان أنا في 6 ركعات في 3 4 دقايق بيتكتب لي عبادة 12 سنة. فكيف أستكثر على رب العالمين سبحانه وتعالى إنه يديني بس بكل صيام وصام كل يوم عبادة 900 سنة. ده لفضل هذه الأمة على جميع الأمم السابقة ولخسر أعمال هذه الأمة. فكما حبانا رب العالمين سبحانه وتعالى بليلة القدر، حبانا بيوم الجمعة، وحبانا بهذه الفضائل العظيمة. فيا ريت ما نضيعش الفرصة دي، حتى لأنك لا تضمن أن تعيش العام القادم. فرصة عظيمة جدا للصواب العظيم. إذا كنت قادرا على الصيام ستندم أشد الندم لو ما صمتش خميس وجمعة وسبت من أي شهر حرام. واحنا دلوقتي في شهر ذي القعدة، فانتهز الفرصة وصوم. كذلك الشهر القادم ذي الحجه، كذلك شهر الله المحرم، خميس والجمعه والسبت. قول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.